أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شاب حديث الاستقامة، والله تعالى قذف في قلبي حب طلب العلم، ولكن يا سماحة الشيخ لي زملاء يحثونني كثيرا على قراءة كتب السيد قطب وحسن البناء والاطلاع على أعمال أسامة بن لادن ومواقع الجهاد عبر الإنترنت، وقد أهدوني كتبا كثيرة وهذه الكتب، وفي المقابل لي زميل آخر طالب علم أيضا قال لي: هؤلاء لديهم أفكار ضالة قد تؤدي بك لأمور لا تحمد عقباها، وأهداني كتبا للشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وقال لي: هذه كتب أهل السنة. أولا هذه الكتب أنا قرأت كثيرا من كتب سيد قطب ومن كتب حسن البنا، ليسوا أهل عقيدة، وسيد قطب أكثر مجازفة وانتقادة لبعض الصحابة ولموسى عليه السلام ولغيرهم، فهذه كتب ليست كتب علم حقيقة وليست كتب عقيدة، وظلال القرآن ليس كتاب تفسير وإنما هو في الظلال فقط. وبالعموم بالنسبة للإخوان المسلمين عموما لا يقومون قيام من يريد أن يحقق التوحيد للناس، هم يريدون أن تقوم سلطة إسلامية ويزعمون أنه إذا قامت السلطة وجهت الناس للخير. لا يستنكرون السير مع صوفي مغرق في صوفيته ولا مع شيعي اثني عشري متعصب للاثني عشرية، المهم أن تكون المسيرة واحدة. فالحقيقة أنا لا أنصح بقراءة كتبهم للشاب الذي لم يتمكن من القراءة. أنا قرأت هذه الكتب وأنا طالب علم، ما قرأت أمس، ولذلك لما سئلت عن تفسير سيد قطب سألني عنه أحد المسؤولين قبل أكثر من 47 سنة، قلت له: ليس بتفسير، إنما هو أسلوب يخدع القارئ ولا يورد القارئ إلى مشرب عذب. فالحقيقة أن كتب الإخوان المسلمين عموما ليست كتب هداية، كل واحد يطلع ويعرف ما عند هذا أو ما عند ذاك إذا كان من أهل العلم أرجو أن لا بأس، لكن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ أن يقرأ ما ينفع وينفع الناس، أن يكثر من قراءة معاني القرآن الكريم، أن يكثر من قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من قراءة شروح السنة، أن يكثر من قراءة دعاة الحق والهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من كتبوا وألفوا العقائد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أنقذ الله به منطقة كبيرة في السابق على كثير من الجاهلية، ثم انتشرت دعوته حتى ردد صداها علماء في الهند وفي الشام وفي غيرها. فالإنسان يحرص أن يقرأ كتب التي تعود عليه بالخير في الحاضر والمستقبل. فهؤلاء الإخوان المسلمين وغيرهم وجماعة التبليغ، جماعة التبليغ ليسوا أهل كتابات جديدة، لكنهم يستحسنون شيئا ليس لهم عليه دليل،
ويلزمون أنفسهم بأمور ليست بلازمة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي ما قال يخرج الواحد أسبوع أو يوم ليلة أو كذا وكذا. ثم هم يقولون: لا نستنكر على الناس استنكار، ولكن المسيرة في صلاحها تحمل الناس على الاقتداء. قد وقد الإنسان إذا أراد أن يقرأ فليقرأ الكتب التي لا تجره إلى انحراف. بالنسبة للأخوان المسلمين، إلى وقت قريب يظنون أن الاتفاق مع الشيعة الاثنى عشرية أنه من الأمور السهلة والمتيسرة. وحتى كتب الشيخ يوسف القرضاوي شيء من هذا، ثم لما اختلف اليهم في الأخير صار يستنكر عليهم. فيا سبحان الله، كان المفروض أنه في أول الأمر ما أحسن بهم الظن، وهم يكفرون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وجميع الصحابة ما عدا علي وأبناء علي وسلمان الفارسي وقلة، ويرون أن البقية كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أهل السنة جميعا كفار، وإنما يسايرونهم من باب التقية، يعني إظهار إبطان العقيدة وإظهار ما يخالفها. والله المستعان. نعم.